عبثية الحرب الأهلية التي شهدها لبنان بين عامي 75 و90 مضمون فيلم هلأ لوين للمخرجة نادين لبكي والكاتب رودني حداد. كوميديا ساخرة تناولتها عدسة نادين بمشاهد جريئة حطمت المقدسات وجردت الواقع الذي مضى من كل الأقنعة. بخصوص هالإشياء البلا طعم اللي عم تعملوها مكتوب علينا نحن نضلنا لابسين أسودين. صارت عجيبة بهالضيعة بيت هالدو. يعني أنا بشتغل بطريقة كتير عفوية، الأشياء اللي حكينا عنها بالفيلم عم بتصير، مش إنه شيء مش عم بيصير. يعني من جمعتين شفنا تمثال العذراء مكسور ب ب ب تحت كنائس. إيه بقى يعني الأشياء عم بحكي عنها بالفيلم بتصير، مش لازم بقى نتخبى وراء إصبعنا. هل علاقتك بجوزك هي اللي عم بتخليك تحب هالقد تدخل الموسيقى والغناء؟ مش معقول ما أقدر ما أستفيد من موهبة جوزي كمان. يعني إنه بحب شغله، بحب الطريقة اللي بشوف فيها الأشياء، بحب إحساسه من خلال الموسيقى. مشاهد أوقات بحسها ناقصة بدون موسيقته. بقى مين؟ أنا إيفون افتحه. جيت عم طلب اذا بدك ايه يعني في مشهد حتى بتغني فيه بتغني بطريقه محكيه شوي لانه منا مطربه يعني ككاركتر عم بيمثل وكتابه كلمات انكتبت كتكمله للسيناريو حتى يعني بالكلمات الاغاني عم تخبر القصه طبعا او هن كانه جايين من بلاد المجاعه صدر اصغر مره عنا بالضيعه بيرضع نص اطلالي مع شويه حشيشه يشطحوا جمال استخدام الرومانيه والروسيه بالفيلم واستخدام الماريجوانا الحشيشه هدول النوع من التابو قدرتوا تستخدمون للخير مش للشر نحن ما عندنا اسقاط عليهم نحن تعاملنا معهم كانسان عشان هيك ما كان عندنا الاسقاط تبعنا انه نستعملهم كسلعة لتفيدنا بالفيلم نحن استفدنا منهم كنساء موجودين بالفيلم وصاروا يفكروا مثل النساء الموجودين بالضيعة وهيدا اهميتهم القصة ما تناولتها in general يعني في كتير ناس تناولوا الحرب وتناولوا الطائفية بلبنان بس انت تناولتها بشكل مختلف هو مش لازم نخاف يعني مش لازم نخاف ان نطرح مشكلتنا مثل ما هي ولا ما رح نتقدم بحياتنا دور ربيع الطراش اللي انغرم بنادين لبكي بالفيلم وحبها وهي حبته قديش ربيع قريب لشخصيتك بالحياة؟ منيح قريب كتير شعرك يا شخصة شعرك بالفيلم قصيته تنوضحها للكل once and for all عم بطرش بيعلقوا بشعري لشيله ما كانوا يروحوا بالمي او بالتنر او بال فقلنا من قصه فوصلنا لجوه على رغم طالع مثل الدجاجه الله العظيم هول البنات اهم من البولشوي بدا الفيلم ولا بتعرفي ما ركز كثير على حالي اكثر ما انه مركز على القصه وعلى الـ على الـ على النسوان فظيعين الى اهالي اريحنا الحبيبه بسم الله الرحمن الرحيم كل ابنائنا بالمسيح نادين ايه وجعتنا لتقلنا انه هالقد قاسي الشغله وبالذات الوقت ليك مش سخيف انطلاقتها من ورا سبب تافه وهي بتصير هيك بعدنا لحد هلا اذا بدنا نطرح الموضوع مين بلش بالحرب الاسلام ولا المسيحيه شو هالمفهوم السخيف لبناء دولة هذا كان العرض الأول لفيلم هلأ لوين للصحافة فقط بانتظار بدء عرضه في صالات السينما اللبنانية في 22 أيلول دارين شاهين قناة الجديد